بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه قراءة في كتاب الممتع في شرح الآية الرومية للشيخ أبي أنس مالك بن سالم المهذري الذي قدم له الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وتكلمنا في هذا الكتاب قبل ذلك، وعرفنا بابن آج الروم، وعرفنا ما هو الكلام، وعرفنا أجزاء الكلام وما يتألف منه، وقلنا ما هي علامات الاسم، وما هي علامات الفعل، وعلامة الحرف، وكيف نفرق بينهم. ثم تكلمنا على باب الإعراب والبناء، وعرفنا ما هو المعرب وما هو المبني، وقلنا ما هي المعربات وما هي المبنيات. ثم قسمنا الإعراب إلى رفع ونصب وجر وجزم، وقسمنا الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. ثم بدأنا في معرفة علامات الإعراب، تكلمنا على العلامات الأصلية، وعرفنا الإعراب بالحركات، وعرفنا علامات الرفع، وتكلمنا علامات النصب. ونكمل إن شاء الله تعالى. تكلمنا على علامات الرفع، وقلنا أن الرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، وعرفنا كذلك مواضع كل حركة من الحركات. ثم تكلمنا على أن للنصب خمس علامات، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في التحدث عن علامات الخفض. يقول المؤلف: وللخفض ثلاث علامات. وعندنا نقارن مقارنة سريعة، قلنا أن للرفع أربع علامات: الألف، الضمة والألف والواو والنون. علامات الرفع أربعة: ضم وواو، ألف والنون. وللنصب خمس علامات، صحيح: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وللخفض ثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. وقلنا أن العلامات الأصلية أربعة: الضمة علامة أصلية للرفع، والفتحة علامة أصلية للنصب، والكسرة علامة أصلية للخفض، والسكون علامة أصلية للجزم. وقلنا ما يأتي بدلا من هذه الأربع علامات فهو علامة فرعية. فعلامات الرفع أربعة: ضم وواو، ألف والنون. الضمة أصلية، الألف والواو والنون علامات فرعية. كذلك النصب خمس علامات: الفتحة أصلية، والياء والألف والكسرة وحذف النون علامات فرعية. كذلك للخفض ثلاث علامات: الكسرة علامة أصلية، والياء والفتحة علامتان فرعيتان. طيب، أين تكون مواضع الكسرة في الخفض؟ قال: الكسرة
وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وهي الاسم المفرد. دائما الاسم المفرد مشترك معنا في هذه العلامات الثلاثة: الفتحة، الضمة، والفتحة والكسرة، لأن هذه العلامات الأصلية ويعرب بها الاسم المفرد وجمع التكسير. بعيدا عندنا إذا نظرنا كذلك إلى جدول الإعراب سوف نلاحظ هذا، أن الاسم المفرد وجمع التكسير يعربان بعلامات أصلية: ضمة وفتحة وكسرة. فالكسرة أول موضع منها الاسم المفرد، نحو سلمت على الطالب، الكسرة طبعا. واتفقنا قبل ذلك على أن الاسم الواقع بعد حرف الجر يكون اسما مجرور، يكون اسما مجرورا أو اسما مخفوضا. فالطالب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لماذا الكسرة؟ لأنه اسم مفرد، واسم مفرد يعني أي ليس مثنى ولا جمع، ليس مثنى ولا أي نوع من أنواع الجمع. فنقول هو مفرد، مفرد ليس مثنى ولا جمع. وجمع التكسير كذلك الكسرة. إذن جمع التكسير والمفرد يعربان بعلامات أصلية: الضمة والفتحة والكسرة. جمع التكسير نحو سلمت على الطلاب، فالطلاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب كذلك جمع المؤنث. جمع المؤنث كان ينصب بالكسرة، لا ينصب بالفتحة. جمع المؤنث ينصب بالكسرة ويجر كذلك بالكسرة، ينصب ويجر جمع المؤنث السالم بالكسرة، نحو سلمت أو سلمت هند على الطالبات، على الطالبات. الطالبات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الطالبات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. العلامة الثالثة للخفض الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. بإذن جمع التكسير وجمع المؤنث والاسم المفرد علامة نصبهم الكسرة، علامة واحدة المفرد الكسر، جمع التكسير الكسرة وجمع المؤنث الكسرة. طيب الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، نحو سلمت على أبيك، ونقول أبيك بالياء، أو أخيك أو حميك، أو ضع الطعام في فيك وهكذا، أو أعطيت المال لذي حاجة، ذي بالياء. فإذا في الأسماء الخمسة، وممكن نحاول أن نكتب هذه الأمثلة، بارك الله فيك. ونحاول أن نعرب طرفا منها إن شاء الله تعالى. بسم الله. يقول سلمت على، لو سمحت أستاذ
غير نعم. شاشتك من فضلك. طيب جزاك الله خيرا. سلمت على أخيك. سلمت على أخيك. طيب ما هو إعراب أخيك؟ أخيك اسم مجرور بعلى. طبعا الذي جر الاسم حرف الجر، فنقول اسم مجرور بعلى. وليس صحيح أن نقول اسم مجرور بالكسرة، يعني الصحيح أن نقول اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. يبقى أخي، إذن أخيك. أخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب نقول ضع الطعام في فيك. ضع الطعام في فيك، ونعرب فيك، نقول فيك اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فيك اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. نقول مثلا ذهبت إلى حميكة، كذلك من الأسماء الخمس. ذهبت إلى حميكة، قلنا الحمو هو قريب الزوجة أو الزوج. نقول حميكة اسم كذلك مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر. اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذا بالنسبة للأسماء الخمسة. إذن الأسماء الخمسة تجر بالياء. طيب ذو وذا وذي، نقول مثلا أعطيت المال لذي حاجة،
يعني الرجل عنده حاجة يحتاج، أعطيته الماء لذي حاجة، ذو الحاجة الذي يحتاج ماء، نقول أعطيت المال لذي حاجة. طيب كيف نعرب ذي؟ نقول ذي اسم، كذلك مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر. وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب هذا بالنسبة للأسماء الخمسة. إذن الياء علامة على جر أو خفض الأسماء الخمسة، كذلك الياء علامة على المثنى، تقول سلمت على الطالبين. طيب فالطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء. طيب نأخذ مثالا آخر ونكتب الإعراب. نقول ذهبت أو سلمت على الرجلين، سلمت على الرجلين. طيب وإعراب الرجلين. الآن أظن أن الأمر سهل، صحيح؟ نستطيع أن نعرب الرجلين. ها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ما هذا الكسرة؟ نحن نقول الياء علامة جره الياء. آسف سبحان الله، نحن نتكلم على الياء، معذرة، فأنا كان عندي يوم طويل اليوم وعلامة جره الياء. يا أبا حياء ألا تنبهني وأنا نائم أشرح وأنا نائم؟ عفوا نتكلم على علامة الياء، وأن الياء علامة على جر الأسماء الخمسة، ليست الكسرة. سبحان الله، أستغفر الله. علامة جره الياء، الأسماء الخمسة تجر بالياء. سبحان الله. ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء. كذلك الرجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء. سبحان الله، معذرة يا إخوة بارك الله فيك. اسم مجرور وعلامة جره الياء. لا يوجد بقى الياء الظاهر، لا يوجد ظاهر الياء. نقول لأنه مثنى، نقول لأنه من الأسماء الخمس. ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء.
لي أنه من الأسماء الخمسة. لا يوجد في آخره، خلاص علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. أخيك اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ضع الطعام في فيك، فيك اسم مجرور بفي، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك ذهبت إلى حميك، حميك اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة كذلك. وذي اسم مجرور باللام، نقول اسم مجرور باللام، باللام، ولأن اللام من حروف الجر كما قلنا قبل ذلك، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. طيب، لذي حاجة باللام، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ثم المثنى، سلمت على الرجلين اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء. لماذا الياء؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. كذلك جمع المذكر السالم، علامة الياء كذلك علامة على خفض جمع المذكر السالم. تقول سلمت. طيب، يعني كل حروف الجر يعني قد يأتي، نقول مثلا القرآن كتاب المسلمين، صحيح؟ لا، ليس كل حرف الجر. القرآن كتاب المسلمين، مسلمين. طيب، وإعراب المسلمين، 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 نقول مضاف إليه كتاب المسلمين، مضاف إليه مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الكسرة برضو، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالمة. المسلمين مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء، الياء لأنه جمع مذكر سالما. هذا في الياء. وها هنا عندنا الكسرة علامة أصلية على جر المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث. العلامة الثانية الياء، وتكون علامة على خفض
الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، ثم بعد ذلك الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طبعا الأسماء التي لا تنصرف كثيرة، الأسماء التي لا تنصرف كثيرة. ما معنى الاسم الذي لا ينصرف؟ طيب نكتب تعريف الاسم الذي لا ينصرف، أو نقول الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، أو نقول الذي لا ينصرف، الذي لا ينصرف. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الاسم الذي لا ينصرف؟ الاسم الممنوع من الصرف أي الذي لا، أو الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف، بعض الأسماء في اللغة العربية لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسرة، لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسرة. الاسم الذي لا يقبل التنوين يسمى، والكسر لا يقبل التنوين والكسر، يسمى ممنوعا من الصرف. ممنوعا من الصرف أي ممنوعا من التنوين، ممنوعا من الصرف أي يمنع من التنوين، وكذلك يمنع من الكسرة. يبقى إذن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسرة، فالاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الاسم الذي لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسرة، ولا يقبل الكسرة. الممنوع من الصرف درس طويل، ولكن فقط حتى الآن نريد فقط أن نعرف أن هناك بعض، أو هناك بعض الأسماء في اللغة العربية لا تقبل. هذا يعني مثل الأسماء الأعجمية، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعني معظم أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة أسماء، يعني سوف نرجئ هذا إلى وقته. فالاسم الممنوع من الصرف تكون علامة جره الفتحة. أظن كتبنا هذا في علامات الإعراب، كتبنا الممنوع من الصرف أم لا؟ كتبنا الممنوع من الصرف. طيب إذن إن شاء الله تعالى سنضيف على جدول علامات الإعراب في النهاية، نضيف في جدول علامات الإعراب نضيف الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. وعندما نقول أن الممنوع من الصرف لم يذكر إلا في الجر، لم يذكر إلا في الجر، هذا معناه أنه يعرب بعلامات أصلية في الرفع والنصب. إذن الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف علامة الفتحة، علامة الضم، علامة الرفع الضمة، الضمة، وعلامة النصب الفتحة مثل الاسم المفرد الفتحة، ولكن علامة الجر
أو علامته الخفض الفتحة كذلك. إذن الممنوع من الصرف لا كسر فيها الفتحة. إذا نظرنا هنا إلى جمع المؤنث لا فتحة فيه، جمع المؤنث لا فتحة فيه، طيب نحاول أن نفعلها بلون مختلف هكذا. جمع المؤنث الكسرة وكذلك الممنوع من الصرف لا كسرة فيه، يبقى هنا جمع المؤنث لا فتحة فيه، جمع المؤنث لا فتحة فيه الممنوع من الصرف لا كسرة فيه. جمع التكسير يعرب بعلامات أصلية، يعرب بعلامات أصلية، كذلك الاسم المفرد يعرب بعلامات أصلية. إذن الاسم المفرد وجمع التكسير يعرب بعلامات أصلية، الفعل المضارع يعرب بعلامات أصلية في الرفع والنصب كذلك يعرب بعلامة أصلية. طيب وجمع المؤنث يعرب بعلامة أصلية في الرفع فقط. طيب والممنوع من الصرف يعرب بعلامة أصلية كذلك في الرفع فقط. بيدا الضمة في جمع المؤنث وجمع التكسير الضمة والفتحة والكسرة، يبقى هذا اللون علامة أصلية، هذه هي العلامات الأصلية. طيب عندك المثنى ينصب ويجر بالياء وكذلك جمع المؤنث جمع المذكر ينصب ويجر بالياء وهكذا، يعني هذه الألوان تساعدك في تذكر هذه العلامات. توجد علامات، الاسم المفرد علامة أصلية، المضارع الرفع والنصب علامة أصلية، جمع المؤنث الرفع علامة أصلية، جمع التكسير رفع والنصب وجر علامات أصلية، الممنوع من الصرف الضمة علامة أصلية. طيب جمع المؤنث لا فتحة فيه ينصر بالكسرة، الممنوع من الصرف لا كسرة فيه ينصب ويجر بالفتحة. إذن جمع المؤنث يختلف عن الممنوع من الصرف، هذا ليس فيه فتحة وهذا ليس فيه كسرة. جيد. جمع المذكر والمثنى، المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف وجمع المذكر يرفع بالواو، جمع المذكر يرفع بالواو. وهكذا، فإن شاء الله تعالى هذا الجدول لعله يساعدكم في حفظ العلامات، الاسم المفرد، الفعل المضارع، المثنى، جمع المؤنث، جمع المذكر، جمع التكسير، الممنوع من الصرف. من يحفظ هذا الجدول جيدا هذا يساعدكم جدا في الإعراب، هذا يساعدكم جدا في الإعراب. جيد. طيب وكذلك سوف نتكلم على علامات الجزم، ما أخذنا مثالا على الممنوع من الصرف، نأخذ مثالا على الممنوع من الصرف، نقول ذهبت إلى إبراهيم. ذهبت إلى إبراهيم،
بالفتحة، ونقول إبراهيم بالفتحة. لماذا بالفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف. نقول هكذا يعني، نقول إبراهيم، نقول اسم مجرور بإلى وعلامته وعلامة جره الفتحة. لماذا الفتحة؟ علامة جره الفتحة نقول لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. نقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هذا الممنوع من الصرف. ندخل في علامات الجزم، وعلامة الجزم علامتان. علامة الجزم علامتان. طبعا الجزم كما قلنا أن الخفض خاص بالأسماء، الخفض هو من علامات الأسماء كما قلنا قبل ذلك. الخفض من علامات الأسماء أن الاسم يقبل الكسرة ويقبل الخفض، يقبل الكسرة والخفض. طب لماذا الآن نستطيع أن نقول لماذا يقبل الخفض ويقبل الكسرة؟ أليس الكسرة مثل الخفض؟ فقد يسأل سائل هذا السؤال. طب ما نقول يقبل الكسرة، لا نقول يقبل الكسرة، يقبل الكسرة ويقبل الخفض. يقبل الكسرة لأن ليس جميع الأسماء، جميع الأسماء التي تخفض تجر بالكسر، فقد يخفض الاسم ويجر بالفتحة مثل الممنوع من الصرف كما قلنا منذ قليل، أو قد يخفض الاسم ويجر بالياء مثل المثنى ومثل جمع المذكر السالم. لهذا نقول من علامات الأسماء أنه يقبل الخفض ويقبل الكسرة. الجزم له علامتان، للجزم علامتان، السكون والحذف. قلنا أن الجزم خاص بالأفعال، وتحديدا خاص بالفعل المضارع، لأنه أدوات الجزم والنصب لا تدخل إلا على الفعل المضارع. هناك بعض الأشياء في النحو يجب أن تحفظها جيدا. الأسماء لا جزم فيها، الأفعال لا جر فيها، أدوات النصب وأدوات الجزم تدخل على الفعل المضارع فقط، لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، يعني لا تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على فعل الأمر. إذن الجزم له علامتان، السكون، والسكون علامة أصلية، السكون علامة أصلية. طيب يقول والسكون علامة أصلية للجزم في الفعل المضارع، ثم بدأ في مصطلح جديد قال الصحيح الآخر. الصحيح الآخر، ما معنى الصحيح الآخر؟ نحن قلنا عندنا حروف علة. حروف العلة في اللغة العربية، حروف العلة في اللغة العربية ثلاثة أحرف: ألف وواو وياء. الفعل الذي ينتهي بألف أو واو أو ياء هو حرف، هو فعل معتل الآخر. عندنا الأفعال إما أفعال صحيحة الآخر، وإما أفعال معتلة الآخر. إذن الفعل الصحيح
عفوا الفعل الصحيح هو الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح. طيب والفعل المعتل، الفعل المعتل هو الفعل هو الفعل الذي ينتهي بحرف من حروف العلة. ما هي حروف العلة التي هي الألف والواو والياء؟ مثل ماذا حروف العلة؟ نضع الحركات. طيب الأول الفعل الصحيح هو الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح. طب ما هي الحروف الصحيحة؟ هي أي حرف في اللغة العربية غير الألف والواو والياء. الفعل المعتل هو الفعل الذي ينتهي بحرف من حروف العلة، حروف العلة التي هي الألف والواو والياء. طيب مثل ماذا الفعل المعتل؟ يعني نقول مثلا الفعل بكى والفعل هدى والفعل مثلا ينمو ويرجو ويهدي. كل هذه الأفعال تنتهي بحروف العلة. بكى، وننتبه بكى آخره ألف ولكن يكتب ياء، وهذا كذلك آخره ألف ويكتب ياء، وينمو فعل معتل بالواو، يرجو يهدي معتل بالياء. هذه هي مثال للأفعال المعتلة. طيب إذا نقول السكون علامة لجزم الأفعال الصحيحة، لأن الفعل المعتل الآخر سوف يجزم بحذف حرف العلة. جيد، إن قلنا علامات الجزم السكون والحذف، والحذف يوجد حذفان، حذف حرف العلة وحذف النون. إذن السكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، والصحيح الآخر مثله يكتب ويقرأ ويلعب ويخرج ويدخل. أي فعل آخره ليس ألف أو واو أو ياء هو فعل صحيح الآخر، وتكون علامة جزمه السكون، ودخلت عليه أداة من أدوات الجزم مثل لم أو لما أو ألم ألم. جيد، دخلت عليه أداة من أدوات الجزم فيجزم، يعني مثل ماذا؟ تعال نأخذ مثالا ونعربه إن شاء الله تعالى. نقول مثلا لم لم يكتب محمد الواجب، نقول لم يكتب محمد الواجب. طيب الآن نريد أن نعرب كلمة يكتب. يكتب فعل، يبقى أول شيء في الإعراب، انتبهوا لهذا، أنا أول شيء كتبته أنه فعل. يبقى أول شيء أنا أريد أن أعرف في الإعراب
هل هذا اسم أم فعل؟ فعل. لماذا فعل؟ لماذا فعل؟ من علاماته أنه دخلت عليه أداة جزم، وأداة الجزم لا تدخل إلا على الأفعال. جيد. ويكتب معروف، يكتب كتب، يكتب معروف، هذا فعل. طيب، كذلك هو فعل. طب ما نوع الفعل؟ ماضي أم مضارع أم أمر؟ إذا وجدت علامة جزم، حرف جزم يدخل على الفعل، هذا يجب أن يكون فعل مضارع. وكذلك أنه يبدأ بالياء، لأن غالب الأفعال المضارعة، غالب الأفعال المضارعة تبدأ بياء أو تاء أو ألف أو همزة أو نون. طيب، يبقى إذن دخلت عليه علامة جزم، إذن هو فعل مضارع، فعل مضارع. طيب، الآن الفعل المضارع إما يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم. طيب، مرفوع لم يسبقه أداة نصب ولا أداة جزم، منصوب سبقته أداة نصب مثل أن ولن وكي ولام التعليل، أداة من أدوات الجزم مثل لم ولم وألم ألم. يبقى إذن هذا الفعل مجزوم، لماذا؟ دخلت عليه أداة جزم. أقول مجزوم، مجزوم. فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ بلم، أداة الجزم العامل. طيب، وعلامة جزمه السكون. لماذا السكون؟ لأنه فعل صحيح الآخر. السكون لأنه فعل صحيح الآخر. أنا أكتب هذا لكي نحفظ هذه الأشياء. لأنه فعل، لماذا السكون؟ لأنه فعل صحيح الآخر. إذن عندنا ننظر في كيف نعرب الكلمات الآن. كتبنا، نظرنا أن هذا فعل، وعندما قلنا مثلا في إبراهيم قلنا أنه اسم. إذن يجب أول شيء أن أعرفه في الإعراب، هذا اسم أو فعل أو حرف. ثم بعد ذلك اسم مجرور، فعل مضارع مجزوم. يبقى هذا فعل مضارع، هذا اسم مجرور محل الإعراب، وهذا محل الإعراب. ما هو محل الإعراب؟ الفعل المضارع إما أن يكون مرفوع أو مجزوم أو مجرور. طيب، هنا سبقه أداة الجزم، إذن هو مجزوم. طيب، الاسم إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إذا جاء بعد حرف الجر فهو مجرور. ثم بعد ذلك ننظر إلى نوع هذا الاسم، فإذا كان اسما مثل هذا ممنوع من الصرف، إذن تتحدد العلامة على أساس هذا أنه ممنوع من الصرف، إذن المجرور سيكون مجرورا بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. عندنا نوع الاسم، محل الإعراب، علامة الإعراب، سبب الإعراب. جيد. مرة أخرى، الإعراب يجب أن تحدد فيه بعض الأشياء. يبقى ما يجب أن نحدده في الإعراب حتى لا ننسى شيئا في الإعراب. ماذا يجب أن نحدد في الإعراب؟ واحد، يجب أن تحدد نوع الكلمة. واحد، يجب أن تحدد نوع الكلمة. ما معنى نوع الكلمة؟ اسم أو فعل أو حرف، هذا مهم جدا. يجب أن تحدد نوع الكلمة، اسم أو فعل أو حرف. جميل. طيب، كذلك، طب إذا كانت اسم، إذا كانت اسما يجب، طب خلينا نقول يجب أن نحدد محل الإعراب. يجب أن نحدد محل الإعراب. محل الإعراب يعني مرفوع
منصوب في طبعا مرفوع منصوب إذا كان اسما أو فعلا، مجرور إذا كان اسم، مجزوم إذا كان فعلا مضارعا. مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طيب حددنا نوع الكلمة، وهنا إذا كان فعل يجب أن نحدد زمنه، يعني ماذا؟ يعني فعل هذا ماض أو مضارع أو فعل أمر، ماض أو مضارع أو أمر أو فعل أمر. طيب عرفنا ما نوع هذه الكلمة، اسم أو فعل أو حرف. إذا كانت فعل يجب أن تحدد زمن هذا الفعل، ماضي أو مضارع أو أمر. بعد ذلك يجب أن نحدد محل الإعراب، يعني هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. إذا كان فعلا يجب أن نحدد زمنه، ويجب أن نحدد محل الإعراب. طيب بعد ذلك نوع الكلمة التي سيتحدد عليها علامة الإعراب، نوع الكلمة التي سيتحدد عليها علامة الإعراب. نوع الكلمة، يعني عندك الكلمة، أولا الكلمة معربة أو مبنية، معربة أو مبنية. هذه الكلمة معربة أو مبنية، هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ طيب إذا كانت معربة سوف نعرف نوعها من جدول الإعراب. طيب إذا كانت معربة ننظر في علامتها من جدول الإعراب الذي كتبناه، من جدول الإعراب. جيد، يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مفرد يعرف بعلامات أصلية، جمع تكسير يعرف بعلامات أصلية، إذا كان مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، إذا كان جمع مذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذا كان جمع مؤنث يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، إذا كان فعل مضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، إذا كان ممنوعا من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. هذا جدول الإعراب، يبقى هذا نوع الكلمة، نحدد نوع الكلمة، هذا اسم مفرد، هذا مثنى، هذا جمع مذكر، هذا جمع تكسير، هذا جمع مؤنث، هذا فعل مضارع، هذا ممنوع من الصرف. جيد، على أساس نوع الكلمة سوف تحدد علامة الإعراب. نقول نوع الكلمة التي سيتحدد عليها علامة الإعراب، يقول معربة أم مبنية؟ طب وإذا كانت معربة؟ إذا كان معربة ننظر في علامتها من جدول الإعراب، جدول الإعراب. إذا كانت مبنية سنقول أنها مبنية على آخر حركة فيها في محل نصب أو جر أو. طب إذا كانت مبنية، إذا كانت
مبنية سنقول مبنية في محل، مبنية في محل، مبنية على ماذا؟ على آخر حرف فيها. المبني يبنى على ما يسمع. مبنية نقول مبنية في محل، في محل ماذا؟ محل نصب، محل رفع، محل جر، وهكذا. جيد، في محل رفع أو نصب أو في محل جر، وهكذا. جيد، في محل رفع أو نصب أو جر أو جر. جيد، هذا ما يجب أن تفعل. يعني هكذا نفكر في الإعراب، وهذه خطوات مهمة جدا حتى تعرب إعرابا صحيحا. نحن نحاول أن نضع أساسا للإعراب. إذا اتخذت هذه الخطوات في الإعراب سيكون الإعراب عندك سهل جدا. كيف تفكر في إعراب الكلمات؟ كيف تفكر في إعراب الكلمات؟ يجب أن تتعود على هذه الخطوات. مهم جدا. أول شيء تنظر فيه هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ثم بعد ذلك تحدد. إذا كان فعل ننظر في زمنه، إذا كان ماض أو مضارع أو أمر. طبعا إذا كان ماض أو أمر هو مبني لا محل له من الإعراب. طب إذا كان مضارع ننظر هل هو مرفوع أم يسبقه أداة نصب فهو منصوب، أم يسبقه أداة جزم فهو مجزوم، وهكذا. يجب أن نحدد محل الكلمة من الإعراب. الكلمة هذه مبتدأ، هذا خبر، هذا فاعل، هذا مفعول، هذا بعد حرف الجر مجرور، هذا مضاف إليه، إلى آخر الإعرابات. فيجب أن تحدد محل الإعراب. جيد، أظننا يعني موقع الإعراب كذلك ممكن أن نحدد هنا أولا موقع الإعراب، يعني موقع الكلمة من الإعراب، هل هي مبتدأ أو خبر أو، يعني يجب أن نحدد هنا كذلك. يجب أن تحدد موقع الكلمة من الإعراب، موقع الكلمة من الإعراب، يعني موقع الكلمة من الإعراب، هل هي في بداية اسم في بداية الجملة نقول مبتدأ، يتم المعنى مع المبتدأ نقول خبر أو فاعل، يعني الإعرابات المشهورة وسوف ندرسها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، مفعول إلى آخره، إلى آخره. إذن نحدد موقع الكلمة من الإعراب. يجب أن تحدد موقع الكلمة من الإعراب إذا كانت مبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبرا أو فاعل أو مفعول. جيد، طيب بعد ذلك كل موقع إعرابي له محل، يعني المبتدأ دائما مرفوع، وعندك موقع إعراب وعندك حالة إعرابية، يعني حالة إعرابية هذا موقع الكلمة من الإعراب. طيب ما هي الحالة الإعرابية؟ يعني بدل محل الإعراب تعالوا نكتب نحدد الحالة الإعرابية. الحالة الإعرابية مرفوعة، منصوبة، مجرورة، المبتدأ دائما مرفوع، الإعرابية. أن نحدد الحالة الإعرابية. يبقى إذن حددنا موقع الكلمة من الإعراب، مبتدأ، خبر، فاعل، فاعل، مفعول، ثم بعد ذلك نقول نحدد الحالة الإعرابية، مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، ثم بعد ذلك نوع الكلمة التي سيتحدد عليها العلامة. قلنا هذا مبتدأ مرفوع، طيب هل الكلمة هي معربة أم مبنية؟
كما درسنا قبل ذلك المعربات والمبنيات. طب إذا كانت معربة سننظر في علامتها من الجدول، ننظر هل هي مفرد، مثنى، جمع، جمع مذكر، جمع مؤنث، جمع تكسير، جمع ممنوع من الصرف إلى آخره. طب إذا كانت مبنية نقول مبنية في محل، تقول في محل الرفع، يعني في محل الرفع أو في محل النصب أو في محل الجر. يبقى إذن عندك حالة إعرابية وعندك موقع أو محل الكلمة من الإعراب، فنقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. جيد؟ طيب إذا كانت مبنية سنقول في محل. طيب نرجع إلى كتاب نكمل في علامات الجزم. قلنا السكون العلامات الثانية، العلامات الثانية هي الحذف، الحذف. وقلنا الحذف على نوعين، دما قلنا السكون قلنا صحيح الآخر، قلنا صحيح الآخر. طيب يبقى إذن في الحذف في الجزم، في الجزم احنا الآن في علامات الجزم، السكون علامة أصلية، الحذف علامة فرعية. إما حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، وحذف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. نحن قلنا أن الأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ لو نذكر قلنا أنها ترفع بثبوت النون، قلنا أنها ترفع بثبوت النون. ولكن في الجزم وقلنا النصب كذلك، النصب والجزم الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون، كذلك الفعل المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. طيب نأخذ مثالا على حذف حرف العلة وحذف النون ونفعل الـ. طيب نقول قلنا لم يكتب هذا فعل صحيح الآخر. طيب نقول مثلا في فعل نقول ولم يخشى إلا الله. جيد؟ ولم، لم أداة جزم، يخشى إلا الله. طيب ولم يخشى إلا الله، إذن عندك الآن نريد أن نفكر في هذه الكلمة، كلمة يخشى. كلمة يخشى اسم أم فعل أم حرف؟ كلمة يخشى هي فعل. طب لماذا قلنا أنها فعل؟ كلمة يخشى فعل لأني أعرف الماضي والمضارع وهي تدل على زمن، خشية يخشى، خشية يخشى. وكذلك دخول حرف الجزم عليها، دخول حرف الجزم عليها، هذا كذلك دليل على أنها فعل وليس دليل على أنها فعل فقط. دخول أداة الجزم دليل على أنها فعل وعلى أنها فعل مضارع. طيب أين علامة الجزم هنا؟ طبعا نحن نعرف أن الفعل خشية يخشى فعل معتل الآخر، يخشى آخره ألف، يخشى آخره ألف. طيب ماذا حدث للألف؟ حذف. لماذا حذف؟ لأنه معتل الآخر. طيب كيف نقوم بالإعراب؟ نقول يخشى، نقول يخشى فعل مضارع أم ماضي أم أمر؟ إنه مضارع. لماذا مضارع؟ لأنه أتى بعد أداة الجزم. فعل مضارع. طيب مرفوع ولا منصوب أم مجرور؟ قل مجزوم. لماذا؟ سبقه أداة الجزم. فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ ما الذي جزمه؟ بلم. طيب
يبقى إذن فعل، وقلنا أنه فعل مضارع، وقلنا أنه مجزوم. هذا فعل مضارع مجزوم. نكتب الحركات. فعل مضارع مجزوم بلم. طيب، وعلامة جزمه ماذا؟ إذا كان صحيح الآخر سنقول أنه فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن هذا فعل معتل الآخر، وقلنا أن الفعل المعتل الآخر هو الذي آخره حرف من حروف العلة. طب ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. إذن هذا فعل مضارع سبقه أداة جزم التي هي لم، يبقى فعل مضارع مجزوم بلم. طيب مجزوم، ما هي علامة جزمه؟ هو فعل معتل الآخر، وعلامة جزمه نقول حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. يبقى إذن الاسم الفعل المضارع إذا كان مرفوعا يرفع وعلامة رفعه الضمة. طب إذا نصب، نصب ينصب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، طب إذا جزم، إذا كان فعل صحيح الآخر يجزم علامة جزمه السكون، إذا كان معتل الآخر يجزم وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة. طيب جميل. طب والأفعال الخام ها تجزم بحذف حرف النون، إذا كانت ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون كذلك تجزم بحذف حرف النون. طيب تعالوا نأخذ مثالا، نقول لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. كيف نعرب ينال؟ كيف نعرب ينال؟ نقول ينال فعل مضارع أم أمر؟ فعل مضارع. لماذا مضارع؟ لأنه سبقه أداة جزم وهو من الأفعال الخمسة. فعل مضارع. طب هو مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ لا، فعل مضارع مجزوم. لماذا مجزوم؟ لأنه سبقه أداة جزم، لم ينالوا، لم ولم من أدوات الجزم. فعل مضارع مجزوم، مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بلم، لم هي التي جزمته. طيب وعلامة جزمه ماذا؟ سننظر الآن، هل هو من الأفعال الخمسة؟ هل هو من الأفعال الخمسة؟ نقول نعم، قلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وقلنا يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، ينالوا أصلها ينالون ولا ينالون من عدو، ينالون. طيب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه، وعلامة جزمه السكون؟ لا، ليس السكون، حذف النون. علامة جزمه حذف النون. لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمس. جيد، أرجو أن يكون هذا سهل لنا. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الخمسة. إذن نلخص ما قلناه اليوم. تكلمنا اليوم على علامات النصب وعلامات الجزم، علامات النصب وعلامات الجزم. هنا مخطط جيد، تعالوا نقرأ، أحب أن أقرأ الهامش. هناك الفتحة تكررت في النصب والخفض، الفتحة في النصب وهي علامة أصلية، وهي في الخفض الاسم الذي لا ينصرف. طيب الكسرة في الخفض علامة أصلية، في النصب علامة لجمع المؤنث السالم.
الألف في الرفع علامة لرفع المثنى، وفي النصب علامة على نصب الأسماء الخمسة كما قلنا قبل ذلك، الياء في النصب علامة على نصب المثنى وجمع المذكر السالم، وفي الخفض علامة على نصب المثنى وجمع المذكر والأسماء الخمسة معا، وحذف النون علامة في النصب على نصب الأفعال الخمسة وعلى جزم الأفعال الخمسة. فالعلامات التي تتكرر هذه هي علامات النصب، انتبهوا لذلك. طيب، هذا مخطط جيد جدا يبين علامات الإعراب جميعا. عندك قلنا أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب ثم خفض جزم، رفع ونصب ثم خفض جزم، جميل. طيب علامات الرفع، علامات الرفع طبعا علامات الرفع أربعة: ضم وواو وألف والنون. طبعا الضم علامة أصلية، مع هؤلاء نكتب الضم، ضم وواو ألف والنون. النصب الألف والكسرة والياء وحذف النون، ولا لم يكتب العلامات الأصلية. الخفض الياء والفتحة ولم يكتب الكسرة. الجزم لم يكتب السكون، حذف العلة وحذف النون، حذف حرف العلة وحذف النون. هذا جدول علامات الإعراب الفرعية. إذا زدنا هنا الضمة، الرفع ضمة، يعني نزيد هنا ضمة، لا بأس، نقول الضمة، جيد، الضمة علامة للرفع كذلك، جيد، الضمة، ونزيد هنا في النصب الفتحة، نزيد الفتحة، الفتحة ونزيد هنا الجزم، الحذف والسكون، والخفض سنزيد فيه الخفض سنزيد فيه الكسرة، جيد، الكسرة هذا الضمة وهذا الفتحة، وهنا كذلك الحذف والسكون، وسنزيد هنا الكسرة، جيد. بهذا مخطط الإعراب: الكسرة، الخفض، الكسرة علامة أصلية على الخفض. بهذا جدول أو هذا مخطط تعرف به علامات الإعراب. علامات الإعراب: الرفع، علامات الرفع أربعة: ضم وواو ألف والنون، وعلامة النصب لها كن محصية: الفتحة والكسرة والألف وياء وحذف نون فالذي الحذف به، وكذلك علامات الجزم: السكون والحذف، سكون والحذف، سكون في الفعل الصحيح والحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون، والخفض كذلك، الكسر علامة أصلية ثم الياء والفتحة، جيد. أرجو أن يكون هذا واضحا، ونحاول أن نأخذ صورة من هذه، يعني زدنا فيها بعض الأشياء، ممكن نضع في الورقة معنا إن شاء الله تعالى.
نعم، على أساس نحن زدنا فيها بعض الأشياء. أضع لكم هذه الصورة إن شاء الله تعالى، مخطط أنواع علامات الإعراب هكذا هو. مخطط علامات الإعراب، زدنا بعض الأشياء. هذا مخطط لعلامات الإعراب الأصلية. جميل، جيد. طيب، الآن انتهينا من علامات الإعراب، علامات الرفع والنصب والخفض والجزم. ممكن ننظر في النظم الآج الرومية ونقرأ ماذا قال الشيخ محمد بن أبن القلاوي في النظم، حتى نحاول أن نحفظ هذا إن شاء الله تعالى. فنذهب إلى النصب، وتكلمنا على علامات النصب المرة السابقة، والآن نتكلم على علامات الخفض والجزم. يقول الشيخ: باب علامات الخفض. باب علامات الخفض. يقول: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم، سوف نحاول أن نشرح إن شاء الله تعالى. باب علامات الجزم: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. السكون والحذف. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. فاجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح الآخر كلم يقم فتى. فاجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح الآخر كلم يقم فتى. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا، آخره والخمسة الأفعال. واجزم بحذف ما اكتسع تلالا، آخره والخمسة الأفعال. طيب، نرجع لباب علامات الخفض. يقول أن علامة الخفض التي بها يكون الخفض، يعني يفي أي يكون بها الخفض، كسر وياء ثم فتح. ثلاث علامات للخفض: كسر وياء ثم فتح فاعرفي. فالخفض بالكسر لماذا؟ ما الذي يخفض بالكسر؟ المفرد وجمع التكسير كما قلنا قبل ذلك علامات أصلية. قال: وجمع تكسير إذا ما انصرف، لأن هناك جمع من جموع التكسير لا ينصرف، وهو يعني إذا سمعتم هذا يقال صيغة منتهى الجموع. يعني هناك نوع نعرف فقط الآن أن هناك جمعا من جموع التكسير يدخل في باب الممنوع من الصرف. يقول: وجمع تكسير إذا منصرف، إذا كان منصرفا. منصرفا أي عكس الممنوع من الصرف. طب لماذا قال إذا منصرف؟ لأنه في جمع التكسير يوجد نوع من جمع التكسير ممنوع من الصرف، فيجب أن يكون جمع التكسير هذا منصرفا. طيب، وجمع تأنيث سليم المبنى. سليم المبنى يعني جمع تكسير تأنيث صحيح بزيادة ألف وتاء على مفرده. واخفض بياء يا أخي المثنى. المثنى علامة خفضه الياء كذلك. واخفض بياء يا أخي المثنى. طيب، كذلك والجمع والخمسة فاعرف واعترف.
يعني عندك الياء واخفض بياء يا أخي المثنى، يعني الياء علامة على خفض المثنى، والجمع جمع المذكر والأسماء الخمسة. بإذن الياء علامة للجر أو الخفض لثلاثة أشياء: المثنى علامة لخفض المثنى، وعلامة لخفض الجمع، وعلامة كذلك لخفض الأسماء الخمس، علامة لخفض الأسماء الخمس. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف الممنوع من الصرف، قلنا أنه يخفض بالفتحة أو يجر بالفتحة. باب علامات الجزم، قال علامات الجزم السكون والحذف، السكون والحذف، السكون والحذف، الحذف والسكون علامتان. فجزم بتسكين مضارع أتى، مضارعا أتى، يعني المضارع يجزم بالسكون إذا كان ماذا؟ إذا أتى صحيح الآخر. وقلنا ما معنى صحيح الآخر، ويعطيك مثالا الشيخ كلم لم يقم، يقم فتى، يقم آخره ميم وهو صحيح الآخر، فيكون مجزوما بالسكون. وننتبه إلى هذا، قد يأتي أحد من الطلاب ويقول هذا مجزوم بحرف بحذف الواو، أقول له لا يا أخي انتبه، الواو محذوفة لعلة أخرى لالتقاء الساكنين، لكن يقم آخرها ميم، والميم حرف صحيح من الحروف، فالحرف الصحيح يعني الفعل الصحيح الآخر يجزم بالسكون. لا نتكلم عن الحرف الذي يحذف في وسط الفعل، نتكلم على آخر حرف في الفعل فهو ساكن صحيح، إذن يجزم بالسكون. قال كلم يقم فتى. طيب، والذي اعتراه اعتلال أو علة الحرف الفعل المعتل الآخر، قال واجزم بحذف ما اكتسى اعتلال الفعل المعتل الآخر، اعتال آخره اعتلالا آخره، اكتسى اعتلالا آخره يعني كان معتل الآخر، أي آخر حرف من حروفه حرفا من حروف العلة أو حرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء. وكذلك الخمسة الأفعال كذلك تحذف، تجزم بحذف النون. يبقى حرف العلة فعل المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، والخمسة الأفعال تجزم بحذف حرف النون. وانتهينا بهذا إن شاء الله تعالى من باب علامات النصب وباب علامات الجزم، وإن شاء الله تعالى سوف نبدأ في باب الأفعال في الدرس القادم إن قدر الله لنا ويسر الدرس إن شاء الله تعالى. وسوف نرجئ الأسئلة إذا كان هناك أحد عنده سؤال إن شاء الله تعالى، فليرسل إلى أبا إلى أبي حياء، أبي إلى أبي حياء، أبي لأنه مجزوم بالياء صح، مجرور بالياء، إلى أبي حياء الأسئلة، وسوف نرد عليها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.